في هذا الفيديو نستعرض كل أبراج اليوم وما تخفيه من مفاجآت على كل الأصعدة. إذا أردت الاطلاع على حظك وبرجك بشكل يومي فقط اضغط على زر الاشتراك ثم على جرس التنبيه وسيصلك إشعار يومي بكل جديد. برج الحمل. يتميز مواليد برج الحمل بالسعي خلف ما يريدون دون تأني أو تعقل، صادقون ولا يلجؤون للخداع من أجل الحصول على ما يريدون، يحتاجون دائما لوجود شخص إلى جانبهم للدعم النفسي. يصابون بالإحباط من الفشل ويأخذون وقتا طويلا للمحاولة من جديد. عيد ميلاد سعيد لأصحاب برج الحمل. يمثل القمر الجديد عاما جديد بالنسبة إليك في اليوم الخامس من أبريل، دورة شخصية جديدة تماما في حياتك. ستتطور بشكل لا يمكنك تخيله، ولكنك مستعد تماما للتجديد واللقاء المميز الذي ستجد نفسك في وسطه. تحمس قليلا ولا تخف، أخبر الجميع برغباتك دون تردد. حين يعود كوكب المشتري إلى الوراء في اليوم العاشر ستكون تلك نقطة تحول في رحلتك. ستدرك سلطتك وقوتك الحقيقية في الكون. لديك حرية أوسع مما تظن. ضع الصورة الكبيرة في الاعتبار وستكتشف خيارات أوسع بكثير مما تظن. ستدرك أن الرحلة أهم من الوجهة ذاتها. إيمانك الشخصي بتصرفاتك أهم شيء، خاصة في يوم 19 من الشهر الجاري. سيكون لديك دائرة كاملة من العلاقات المميزة التي يتوجب عليك استغلالها بالشكل السليم. ثقتك في نفسك وفي من حولك هي أهم ما تملك على الإطلاق.